حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليله في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابله فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رايت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم وذلك في رمضان